النهارده اتكلم مع حضراتكم عن موضوع الفاسكولايتس و starting first by definition. طبعا definition of vasculitis زي اي itis في الدنيا في الانفلاميشن، يعني معناها inflammation of the blood vessel. اذا قلت كده للدكتور فانت كلامك منقوص ومردود عليك بسؤال تاني مهم، ايه الفرق بين inflammation عادي في اي تشو وهنا وما بين الفاسكولايتس؟ ليه؟ لان الممتحن منتظر من حضرتك الديفينيشن يشمل نقطتين، انفلاميشن اوف ذا بلود فيسل وول، مش بس كده ومعاه ديستراكشن، يعني البلود فيسل يطلع معاش يفقد الوظيفه، يفقد الوظيفه. طب ليه انت مهتم كده وعمال تعمل تكات على حرف السين ها في حته الفاسكولايتس دي؟ قول له انا مش زعلان ولا حاجه، بس عايز اقول لك على موضوع مهم. لو انت جيت لاي انفلامد اورجان وليكن جي اي تي مثلا، يعني مريض عنده السيراتيف كولايتس ماشي، وخدت تيشو كده بايوبسي وقلت بتاع الباثولوجي لو سمحت بص لنا بعينيك على الموضوع ده، هيقول لك شوف يا سيدي انت عندك فازو دايلاتيشن في البلاد فيسل اللي واصل، اتنين عندك انفلاماتوري سيل انفلتريتس. اها، يعني الانفلاميشن كل اللي بيحصل في البلاد فيسل هو ايه؟ شاركوني يا دكاتره ربنا يستركم عشان خاطر، كل اللي بيحصل هو فازو دايلاتيشن. لكن شوف يا دكتور بقى، شوف اللي بتعمله في الناس يوما ما هيوصل لك، يعني بتحقن الناس لوكال انجكشن هيجي لك يوم وتاخد لوكال على فكره، واسال مجرب ولا تسالش طبيب. حلو كده؟ يعني ايه يا دكتور بقى الكلام ده؟ يعني حصل ان الانفلاماتوري انفلتريتس موجوده جوه البلاد فيسل وول، عشان كده يا دكتور ببساطه حصل الدستراكشن. فاللي انت هتعمله يوما هيجي لك، بمعنى ان البلاد فيسل هو ناقل الانفلاماتوري سيلز، ناقل للمشاكل في كل الاورجنز. والله وجاله يوم اهو حصل ان الانفلاماتوري سيل انفلتريت موجوده في الول اوف ذا بلاد فيسل. طب ده يهمك في ايه؟ يهمك في نقطتين مهمين جدا. ان استاذ الباثولوجي المعلم يقول لك بص يا دكتور، لما انا انت بتبعت لي تيشو كده فانا ببص عليه من بعيد، ابص عليك من بعيد. اها، ليه يا سيدي؟ لانه بيشوف انفلاماتوري سيل انفلتريت، بيشوف ناس كتير كده زحمه يا دنيا زحمه، يقوم يقول لك انا لما اشوف الانفلاماتوري سيل انفلتريت او مزوم، ازوم يعني ايه؟ يعني اقرب شويه على التيشو ده عشان يبص على مين؟ على البلاد فيسل. يا ترى هو نورمال بس كل القضيه ان هو دايليتد ولا هو ديستراكتد؟ لو نورمال ودايليتد يقول لك ده انفلاميشن يا سيدي، لو ديستراكتد يقول لك ده دي حاله فاسكولايتس. عشان كده الفاسكولايتس خلي بالك باثولوجيكال دايجنوزس، وخلي بالك ان فيري ما بيكدبش اهو، باثولوجيكال دايجنوزس. يعني اهم حاجه في تشخيص الفاسكولايتس ان جنرال هي البايوبسي اهو، يبقى اول معلومه طلعنا من هنا هي البايوبسي. طب المعلومه الثانيه المهمه الله يسلمك، ان في الكلاسيفيكيشن اوف فاسكولايتس احدى الكلاسيفيكيشنز على حسب السيل انفلتريت، وده اللي بينزل في الام سي كيو للناس اللي بتمتحن اي حاجه خصوصا هيئه سعوديه او كده، فبيقول لك على حسب السيل انفلتريت يا دكتور ممكن تعرف نوع الفاسكولايتس. طيب يبقى خلاصه الموضوع ده للي ما كانش معايا، انا محتاج منك ثلاث نقاط: definition inflammation and destruction of the blood vessel wall. هناك فرق ما بين الانفلاميشن والفاسكولايتس، ان هنا فازو دايليشن وانفلاماتوري سيل انفلتريتس، لا
ده جات الانفلاماتوري سيل انفلتريتس دمرت البلاد فيسل. النقطة الثانية إن الفاسكولايتس إز باثولوجيكال دايجنوسيس. طيب أي سؤال ابعته لي على الشات، لو بتكلم بسرعة حد يقول لي. النقطة الثانية أنت بتقول لي إن في انفلاماتوري سيل انفلتريت، انفلاماتوري سيل انفلتريت، برافو عليكم. شوف يا دكتور تسلسل الكلام بقى في الأهمية. بص يا سيدي، إيه أنواع الخلايا اللي أنت هتشوفها تحت الميكروسكوب في الإم سي كيو؟ أنت هتدرس هذا النوع إن شاء الله هناخده مع بعض مع كل نوع من الفاسكولايتس، بس لازم الانترودكشن تكون واضحة، لازم الانترودكشن تكون واضحة. قول له بص يا دكتور أنا عندي الإنفلاماتوري سيل إنفلتريت 1 من 4. طب والسؤال هو مين جاب ال1 من 4 دول؟ قول له شوف يا دكتور أصلهم علمونا زمان إن الفاسكولايتس عبارة عن هايبر سنسيتيفيتي رياكشن تايب 3، وده بينزل في الفسيولوجي للدكتوراه هشرحها بعد شويه. ايه بقى تايب 3 ده؟ مش هو رقم 3 وفي 3؟ بيدخل انتيجين غير معروف يطلع له انتي بودي يمسك مين فيهم ويكمل الجوازه؟ الكومبلمنت. اصبح 3 دلوقتي. في الناس النورمال نتخلص من الانتيجين وخلاص، لكن في الناس اللي عندهم حساسيه رد الفعل مبالغ فيه. فما يخلصناش من الانتيجين بس، ده يخلصنا من التشو، من الاون تيشوز الموجوده في جسمنا. طب والموضوع ده برضه هيهمني في ايه؟ اقول لسعادتك ان الكومبلمنت ده له علاقات مشبوهه باربعه خلايا. برافو عليك. يعني ايه يا دكتور؟ يعني الخلايا دي عليها ريسبتور للكومبلمنت كده. اول ما تشوف الكومبلمنت تقول له بنادي عليك من سنين حبيبي ولا داري اهو يا سيدي. فالكومبلمنت هينادي على مين؟ يا عم قول له طيب على الليوكوسايتس، ما هو الاساس هي الليوكوسايتس يعني. طب من الليوكوسايتس دي مين؟ من حيث العدد بوليمورف نيوكليير ليوكوسايتس، ومن حيث الوظيفه الليمفوسايتس. برافو عليك. والباقي اسمهم على جنب يا دكتور، على جنب كده الله يسترك. عارف على جنب يا اسطى؟ هي دي. شوف يا سيدي الناس، اول خليه يحصل لها انفلتريشن هي البوليمورف نيوكليير ليوكوسايتس. يوم يسموا النوع ده، شاطر انا سامع صوتك، اسمها نيوتروفيليك فاسكولايتس. نيوتروفيليك فاسكولايتس على فكره لانها الاكثر عددا فانها الاشهر في كل انواع الفاسكولايتس. يعني لما تدخل في الام سي كيو ويسالك عن التشو بايبسي فيها مين، قول له شكلها كده ان شاء الله هتطلع نيوتروفيليك فاسكولايتس. طيب هرجع لها بعد شويه. اثنين، لا ده هنا الانفلتريشن الدكتور لينفو سيتنج عباره عن لينفوسايت. الليمفوسايت يا دكتور خلايا صغيره كده، والنيوكليس برضه صغيره، صغير في صغير ما يخالف يعني. النقطه الثانيه المهمه بعد كده الخلايا الثالثه مين بقى يا سيدي؟ قال لك ناس على جنب كده. مين بقى الناس اللي على جنب دول؟ مين الناس اللي على جنب؟ برافو عليك. الماكروفاج، بس لها اسم دلع. يا سلام عليك، يا سلام عليك، اسمها هيستوسايت. يوم يسمى النوع من الفاسكولايتس هيستوسيتيك فاسكولايتس. فقالوا طيب هو انت ليه بتدلع الماكروفاج؟ قال لك اصلها خدامه، والخدامه عشان تشتغل لازم تدلعها. فخدامه لمين طيب؟ لللينفوسايت يا حبيبي. عشان كده الاثنين دول هتلاقيهم دايما مع بعض في البيوبسي. خد اللي بعدها يا دكتور. ديبوزيشن اوف ايزينوفيلز. كل دول وايت بلاد سيلز على فكره. زي مين؟ زي تشارلز ستراوس. ستراوس. ماشي الحال يعني. يبقى خلي بالك يا دكتور، بس الكلام بيجيب بعضه. انت زعلان، هقول لك كلام يريحك دلوقتي ويخليك مبسوط جدا وانت بتشرب الشاي. الفاسكولايتس انفلاميشن في الول اوف ذا بلاد فيسل ومعاه ديستراكشن. يا سلام.
البلاد فيسل لابد يكون ديستراكتد، عشان كده التشخيص يعتمد على بايوبسي. طيب شوف يا سيدي الناس، وفي رواية أخرى قال لك يا تاج راسي، قال له حاضر عيوني حاضر، انفلاميشن وديستراكشن، تشخيص بالبايوبسي. أيوه مهمة جدا الانفلاماتوري سيل انفلتريت، واحد من أربعة. أنا بتكلم بهدوء أهو عشان الانترودكشن للفاسكولايتس، هشرح كلام سهل علينا دلوقتي، بس بالله عليك تركز في الكلام دول. أنا عايز منك 3 كلمات، انفلاماتوري انفلاميشن وديستراكشن في الفيسل وول، تشخيص يعتمد أساسا على البيوبسي، الفاسكولايتس ان جنرال تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي، اللي هو انتيجين انتيبادي رياكشن، يجي الكومبلمنت له علاقات مشبوهه بخلايا. وده بيريحنا في ايه يا دكتور؟ انك تعرف التايب اوف انفلاماتوري سيل انفلتريت. الاشهر مين يا سيدي؟ لو انت مش عارف قول له بوليمورف نيوكليير ليكوسايت ان شاء الله يا دكتور. قول له بوليمورف نيوكليير ليكوسايت ان شاء الله، اللي يسموها نيوتروفيليك فاسكولايتس. ثم الليمفوسيتك ماكروفاجي دلعوه يسموها هيستوسيتك فاسكولايتس. برافو عليك. طيب فين التكات بقى للناس حبايبنا اللي داخلين دكتوراه بقى؟ فين التكات للناس الكبيره؟ نروح بس تكه للنيوتروفيلز كده. بص يا دكتور، النيوتروفيلز وليه هي لها تكه؟ قال لك بص، ست البيت الحلوه دي النيوكلاس بتاعتها مالتي لوب دي كده، حلو. اللي تاكل ويبان عليها اسم الله عليها، فهو بتاكل وباين عليها، باين عليها ايه بقى؟ هي ان النيوكلاس 3 اجزاء. فببعض الاحيان تحت الميكروسكوب، تحت الميكروسكوب يحصل فراجمنتيشن للخليه دي، فمين اللي يتكسر يا دكتور؟ النيوكلياي. يا سلام يا سلام. فانت تلاقي اجزاء من النيوتروفيلز او النيوكلياي متوزعه كده. في واحد يقول لي ايه؟ طب ليه ما بتحصلش في الليمفوسايتس او الماكروفاج او الايزينوفيلز؟ اقول لك لان هي ما عندهاش مالتي لوب، دي عندها ما يمكن تكسيره. نيوكلس تتكسر، نيوكلس يسموها يا دكتور، يسموها كيريو، وتكسير يسموها ريكسز. انا مش عارف السبيلنج صح ولا غلط، اسمه كيريو ريكسز. لها اسم تاني؟ اسمها نيوكلير فراجمنتيشن. واحد بيقول لي تعالى تعالى، برافو عليك، لان ده الاسهل. صح كده، لها اسم تاني اسمها نيوكلير دست. ممتاز، لا الكلمه دي ممتاز. خد اللي بعدها. طيب شوف شوف اسم يخض شويه، ليوكو سايتو كلاستيك فاسكولايتس. قول له يا عم انت بتخوفنا، الليوكوسايتوكلاستيك فاسكولايتس يا حبيبي نيوتروفيليك فاسكولايتس، بس النيوتروفيلز متكسره. طب ايه اللي عرفك انها الليوكوسايتوكلاستيك؟ لان التشخيص يعتمد على البايوبسي. طيب تكونفيرم الكلام معاك اهو. انفلاميشن زائد ديستراكشن للناس اللي بتفهم وبعدين تحفظ اهو، نفهم الاول وبعدين الحفظ. يعتمد على البايوبسي، دخلنا في كومبلمنت سحبنا ل4 خلايا، اهمهم البوليمورف نيوكليير ليكوسايتس. تتكسر يا دكتور النيوتروفيلز وهم يسموها كده، برافو عليك. تعال نروح بقى للكلام السهل المريح اللذيذ، ما هي الكلاسيفيكيشن اوف فاسكولايتس؟ قال لك بص يا دكتور، اللي مالوش كبير يشتري له كبير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الفاسكولايتس دي كل من هب ودب يعمل لها كلاسيفيكيشن. فقال والله شوف اسهل كلاسيفيكيشن كل الناس بتحبها، هي على حسب السايز اوف افكتد بلاد فيسل. المحاضره دي اسمها بيزكس اوف فاسكولايتس، الساده النواب الزملاء الافاضل يخلي باله. 2 يا دكتور، قال لك على حسب الايتيولوجي، وده مهم وانت تقول لي ليه بقى. التالتة على حسب الباثولوجي تحت الميكروسكوب. يا سلام عليك، يعني على حسب السيل انفلتريت. سامع الدكتور ايمان تقول لك لا ده في باثولوجي تاني على حسب في جرانيلوما ولا لا، لانه بينزل تجميع سؤال اسمه جرانيلوماتس فاسكولايتس. ممتاز يا دكتور.
اشهر حاجه هي دي. فقال له طيب هو السايز اوف ذا بلاد فيسل يعني ايه؟ قال لك بص زي المقاسات كده، يا لارج فيسل يا ميديوم يا سمول فيسل. يلا يا سيدي. قال له طب ما تعرفنا بنفسك اكتر، ما معنى كلمة لارج فيسل يا جماعة؟ كلمة لارج فيسل يعني كل من له اسم، لكن الميديوم والسمول اللي ما يتسمى، اللي ما يتسمى اللي مالوش اسم يعني. حلو كده. طب بالهداوة شوية، أورطة والميجور برانشز، أنت تحب مين؟ قول له بص يا دكتور، هم حتى في الكلينيكال بيحبوا الحاجات اللي فوق الديافرام. طب والاتنين اللي بيحبوا الحاجات اللي فوق الديافرام دول؟ قال لك بينهم منافسة، واحد فوق والتاني تحت. الفوق اسمه جاينت سيل ارترايتس، وتحت منه اسمه تاكاياسو. ايوه، يعني ايه فوق ويعني ايه تحت؟ يعني الجاينت سيل ياخد الكرينيال فيسلز اكتر مثلا، يعني ده يحب مين؟ الحاجات بتاعت السبكليبيان. فدي قصة فوق وتحت. عندنا ميجور ميستيك في الام سي كيو. ايه هو الميجور ميستيك؟ بص يا سيدي، انتوا طبعا حضراتكم عارفين ان الجاينت سيل اهم برزنتيشن المريض عنده هيدك، والتكاثر شاطر اهم برزنتيشن ايه في الام سي كيو؟ برافو عليك، لم كلوديكيشن. ولما تفحص تلاقي شاطر ان ايكوال بالس، وساعات يسموه بالسلس ديزيز. انا موافق كده. على فكره انا ما بشرحش تكاس وجان سيل، ده اسمها انترودكشن للفاسكولايتس. اللي عنده اي سؤال او بتكلم بسرعه او الكلام مش واضح يبعت لي على الشات. اها، لك طب بص يا سيدي، ينزل لك في الام سي كيو بقى مريض عنده صداع، ولما حسينا البلس له ان ايكوال بلس. فانا اقول الله يخربط دماغكم يا شيخ، ايه اللي عنده صداع وعنده ليمب كلوديكيشن دي؟ انا اتعلمت ان عنده هيدك جاينت سيل، واللي عنده ليمب كلوديكيشن ده تكاثر. لكن انت تتعبني بقى وتجيب لي حاجه فيها الاثنين، طب انا هختار مين؟ مين يقول بقى دكاتره؟ جي سي اي. على طول جي سي اي على طول. ده معناه ايه بقى؟ ده معناه إيه؟ ان ممكن يحصل ميكس في البرزنتيشن. اي نعم الجاينت سيل يحب فوق، بس ده ما يمنعش انه ياثر على الليمب على فكره. سهل كده؟ يعني في حاجه اسمها تيبيكال برزنتيشن، وفي جزء ممكن يقول لك انا هنزل اشوف الناس اللي تحت دول بيعملوا ايه. قول له حاضر. دي مهمه على فكره في الام سي كيو. نروح جات اللي لنا بعده. فعلا حقيقة دكتور في الام سي كيو، مهمه دي يا دكتوره مي، مهمه. جات لنا. نروح للميديوم سايد فاسكولايتس بتاعت الكبار، اسمها بولي ارترايتس نودوز. بتاعت الطفل الأحمر اسمها كاواساكي ديزيز. هنا في تكة في الام سي كيو عايز ألفت نظرك ليها بس، إن الكاواساكي ديزيز إن المين برزنتيشن للمريض جنرال كونستيتيوشنال مانيفستيشن. وأي كلمة، أي كلمة في المسألة عبارة عن احمرار، يعني احمرار في العين، في التونسلز، في ايده وفي الاطراف. فالتشخيص سهل انه كاوازاكي ديزيز. يا سلام، يقوم يسالك سؤال، ايه هو بقى الانيشال تريتمنت اوف تشويس؟ انا برضو مش شرحش فاسكولايتس. يلا يا دكتور ايمن. الاسبرين دكتور مع ال حلو، بس يعني خليكي كريمة يا دكتور إيمان، خليكي كريمة عشان خاطر مولانا. ها، لو فصل أنا هبعت لحضرتك لينك تاني. ها، مين يقول شاطر؟ initial treatment choice. أيوه، IVIG بلس أور ماينس أسبرين. الفيتال كومبليكيشن مين؟ يلا مين يقول لي؟ ها، أيوه، كورونري أنيوريزم. عشان كده لازم تعمل ايه؟
هنا ده بحة خلاص، بحة خلاص. السمول فيسل فاسكولايتس يا دكتور اللي يهمني حاجة اسمها الأنكا أسوسييتد والنون أنكا، اللي ما معهمش أنكا يعني. يهمك هنا ثلاثة وهنا ثلاثة. شوف يا سيدي الناس الله يسلمك، الثلاثة اللي في الأنكا الويجنرز جرانيلوماتوزس مع الاعتذار للأسماء الجديدة، تشيرج ستراوس، والثالث مايكروسكوبيك بولنجايتس. حلو. نون أنكا اللي هم مين؟ هينيخ شلاين بيربرا يسموها اي جي ان فاسكولايتس دلوقتي. يا سيدي حاضر ماشي. اثنين كرايجلوبينيميك فاسكولايتس، ثلاثة الانتي سي 1 كيو فاسكولايتس. ليه اسم دلع يا دكتور ايمن؟ الانتي سي 1 كيو ده؟ برافو عليك.